على بعد أمتار من قبة الصخرة في القدس يقع مستشفى المقاصد الخيري. هنا كانت الصعوبات تفرض واقعا مريرا على الأشقاء الفلسطينيين، إلى أن شعاع الأمل والتفاتة العطاء ببصمته الإنسانية جاءت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث خصصت أياديه الكريمة 25 مليون دولار لتوسعة نطاق خدمات المستشفى الطبية، مبادرة كانت طوق النجاة للأشقاء. ونحن نشكر جدا الإخوة في الإمارات، كذلك صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد للتبرع السخي الذي قدموه لنا بتبرعهم ب 25 مليون دولار، وهذه كافية كانت جدا لنا أن يأتينا الأمل لأن لا نغلق وأن يكون تظل أبواب المستشفى مفتوحة لكي نخدم أبناء شعبنا. مستشفى المقاصد يعد أكبر المؤسسات الصحية في القدس الشرقية، ويقدم خدماته لمواطني الضفة الغربية وقطاع غزة. تأسس عام 1966 ويضم 270 سريرا، يعمل فيه طاقم من 1000 طبيب وممرض وإداري، وبه 13 تخصصا، ويعالج سنويا 45,000 مريض. وهو مستشفى تعليمي أسهم بتخريج 600 طبيب وأخصائي منذ افتتاحه، دعم يعد الأكبر من نوعه للمستشفى الذي حضرت فيه كاميرا مركز أخبار قنوات أبوظبي، حيث تحدثت مع المرضى الذين فاضت قلوبهم بمشاعر العرفان والامتنان. أنا بشكر دولة الإمارات على تقديمها لنا الدعم اللي دعمته لمستشفى المقاصد الخيري، اللي إنها قدمت لنا العلاج كان متوفر في الأقسام. هدول الدعم إن شاء الله يعني إحنا ننظر له على إنه اليد المخلصة اللي ممكن إنها تسمح لنا نستمر في عملنا وأداء رسالتنا وتنقذ المقاصد والمرضى اللي بحضروا للمقاصد من هالظروف الموجودة. بوجود دعم الإمارات وباقي الدعم ممكن يحسننا وينقذنا من الوضع اللي احنا موجودين فيه. بشكر الداعمين من الإمارات، خاصة يعني اللي داعمين مستشفى المقاصد، لأنه على أكمل وجه شفناها يعني. إذن علاقات مترسخة في الجذور بين الإمارات وفلسطين، ودعم تاريخي متعدد الاتجاهات. شكرا وعرفان من الفلسطينيين نزلاء مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية هنا في القدس للدعم السخي المقدم من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، مؤكدين ومثمنين الدور الداعم لدولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين. لقنوات أبوظبي، حامد رعاب، القدس.